مرحبا يا محبين كلاب، واهلا وسهلا فيكم. اليوم معكم انا منى مسمار، فيديو جديد. خلصنا من البيسك اوبيدينس وهلا راح نروح للاشياء الحلوه والتريكس والاشياء اللي بكيفوا عليها الصغار. بهذا الفيديو راح اعلمكم حركه الثرو اللي هو الكلب بيعمل زي زيجزاج بين اجريك وانت ماشي بخط مستقيم. اوكي، الخطوه الاولى الكلب لازم يكون ببيسك بوزيشن، انه يكون على جنبك الشمال، ولازم تعطي شيء اسمه indication word، كلمة تلمح للكلب ايش الحركة اللي راح تصير بعد الكلمة. انا مثلا بستخدم كلمة جاهز او are you ready عشان اعود الكلب انه بعد هاي الكلمة راح تيجي حركة through، فجهز حالك نفسيا. اوكي، معي 2 فيت، واحد باليمين واحد بالشمال. لما يطلع 100% yes yes through yes through yes. Are you ready? وهيك بكون علمتكم كيف تدربوا كلبكم على حركة الثرو. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، اذا عجبتكم لايك، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب وشير، واستنونا بفيديو جديد.